صفحة جديدة. ثلاثين كانون الثاني عام 2019 لا ينتسى التاريخ. أكيد لا ينتسى. اجتمعت العائلة قبل وفاة الوالد الله يرحمه. بتآمني إنه الحياة بتحضرنا للوداع؟ ما كنت آمن، صرت آمن. اجتمعنا لآخر مرة بالبيت عنا، كانت مامي عاملة غدا، وكانت يمكن هيدي من الأوقات النادرة آخر فترات اللي بنجتمع فيها كلنا، كلنا إز كلنا كلنا. اجتمعنا وتغدينا وانبسطنا، وبتذكر إنه باب كان تعبان، كان كتير تعبان. ف بس بابي من النوع يلي قد ما كان موجوع ما بيفرجي، وانا هيدي اخذتها منه. هلا اخر سنتين ثلاثه اكتشفت هيدا الشيء بحالي، انه انا اخذه من بيي هيدا الشيء، انه انا ما بفرجي وجعي، ما بفرجي تعبي. كيف تلقيت الخبر؟ بتذكر كنت بالسياره وكنت راجعه على البيت، وفجاه صرت ابكي 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 ابكي. قبل ما تتلقى الاتصال؟ قبل ما اتلقى الاتصال، قبل شيء انا طالعه على البيت، كان بالليل، هي بهيدي الفتره كان هو عم بينازع، بس احنا انا ما كنت عارفه انه هو كان بالمستشفى. ف صرت ابكي 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 كثير كثير، ابكي ابكي، صار عندي نوبه من البكي مش طبيعيه، وانا بالسياره عم سوق، وقول لحالي ليه عم ببكي هالقد، بس انا كاني من جوا عارفه بس ما بدي صدق. تاني نهار بدي لي اختي، بس شفت رقم تليفونها، بس شفت اسم اختي على التليفون عرفت. قبل ما اقول الو، قالت لي تعي بسرعه بابا توفى. بس انا كنت عارفه، انا عرفت قبل بنهار. شو اخر جمله قال لك اياها؟ الله يوفقك يا بيي، تبع حالك. فتت على البوم حياتك وجبت لك هالصوره اللي بتجمعك انت والعائله. الله يرحم الوالد ستيفاني. اي مس هيم، اشتقت له كثير، اشتقت له كثير 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 كثير. اي مس يو بابي. بعد مرور 8 ايام على وفاه الوالد، نزلتي على سوريا لتصوري مسلسل دقيقه صمت. كنتي جباره على مشاعرك؟ لا، لكن عملت شيء لأحمي حالي. عشت بشيء اسمه دينايل، الرفض. رفضت فكرة إنه أنا بيي توفى، وعشت بوهم إنه أنا مفشي، أنا بابا بالبيت بلبنان وهو موجود وهو عايش وهو عم بيتنفس وهو موجود، وأنا رح أروح وأرجع لعنده، وأنا ما صار لي شيء. أي نهار أنا بعمل الحزن أو بعمل اللي ما بعرف، بس مش هلا. أنا مني جاهزة بعد إني أنا وغريف اني انا ازعل عبي. ما عم تقدري حتى تخففي الم الفراق؟ ما بدي افكر فيه لخففه، مش موجود، هو ما راح. هيدا اسهل طريقه لحتى تتقبلي. او انا لقيته، كل واحد عنده اسلوبه بالحزن. ما بدي افكر. شو الصفات يلي بتاخديها من الوالد الله يرحمه وبتعطيها لشريك حياتك؟ الايمان. بابي كان حدا مؤمن جدا 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 جدا، كثير كثير. ف باخذ منه هالصفه وبعطيها للشخص. في شيء بعزيني انه انا قبل ما يتوفى بابا اتصالح مع فكره انه انا ممثله.